مانع. اتحداك نادر والله انك مطلق وانك تسويها وانك ذيب. ايه اسمع يا ابو سلطان. بدون ما اسمع وجه معصب ابو سلطان. لا ممكن هذا صوت ابغى وجهك. وجهك يكون معصب وانت تتكلم. ابو سلطان المره الثانيه اذا جيت للقريه انا اللي راح اجيب لك المخده. والله اقسم بالله ماشي رجال رجال تعال اقسم بالله انت المطلق واني عارف انه ما يجيب لنا حق غيرك. نواف ابو سلطان قفل عنا الغرف. احنا نبغى واحد يطالب بصرامه بصرامه. يلا الحقيقه وبكل شيء. الحقيقه يا ابن حقيقه انت طيب انا بتكلم. انت الان الطالب الحين قلت اطالب وتبيني ادخل في الموضوع. اي طيب وين قلت لك انا مع تقفيل الغرف؟ انت مع تقفيل الغرف؟ نعم خلاص اجل توكل على الله ونجيب غيرك. تعال ماجد تعال ماجد 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 والله انك قادر والله النظرات هذه من وراها كفو وتستاهل. شلونك؟ تستاهل. شو المهارة هذه؟ تجيك عين ترى. شغل شغل. بس ترى اللهم صل على كما راح تريه مصابر له ينقلب لونه. ماجد اقسم بالله ان النظرات هذه من وراها علم. انا عارف انا عارف ان النظرات هذه وراها علم. تكفى يا ماجد تكفى يا ماجد. قدم كلمة تكفى يا ماجد. عليك فيها. قدم كلمة. طالع هنا طالع هنا طالع هنا. ولد مالك. ولد مالك شورك شورك. اصبر اصبر اصبر. والله هم مش عندي. اصبر اصبر اصبر. انا ارجع هذا من نظرات. انا نظرات نظرات الصابر. اقسم بالله. اللي ما عنده ما عنده مشكلة. اكفى. اقدح اقدح. وش بس؟ طالبه. قل له وش يقف في الغرفة مين انت؟ قل له لا لا. قل له. تاسين تاسين. يا ولد قلت الذاكرة قلت الذاكرة من الخرجة. مين هذا؟ أبو صالح. تعال يا ذيبا تعال أبو صالح. قول اسمه. اسمع قول اسمه. طيب خله يقول اسمه أول شيء عشان طالب. أبو سلطان. أبو سلطان. أوه تبون مطالبة. أبو سلطان الغالي الحبيب. ما هو كذا مطالبة بصرامة. حنا نطالب. يا يا طايرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا نطالب. اب كان تقول لي من بقى ما افتخر فيك. خلاص خلاص انا اشوف انك تقفل حتى ساحة الابداع وخليهم يقعدون. شوف ابو مفرح تعال يا ابو مفرح القدحة كلها يا رجال. القدحة والصملة يا رجال ولا والمرجلة النهائية. المرجلة النهائية لا يطالب يا رجال. يطالب. اسمع انا والله اني عارف اني من يوم شفت عيونك هذه اني عارف ان وراها علمني خرع. اسمع الرجل مقفل عين الغرف. ايه وامس والله العظيم يا اخوك انا حاولت اناقش قدام وجه وجه كذا بس والله يعني ما جيت. كنت مشغول كنت مشغول. انت تبون تناقشون عشان الغرب؟ اي بيض الله وجهه وجمل الله حاله. لا اله الا الله يمنى له. كم ما جاء السريون كل يومكم يستمع. ها الاستبعاد. وين الجبل؟ سلمان الملاحي المرجله. المرجله المرجله وسط. ابن عارف من عرفتك. ابو ملاحي انا من عرفتك والرجال ما عمري شفتك يعني ما عمرك خذلتني الصدق. حلو حلو. شو مساعدك يا ولد؟ اسمع ويشو رجال رجال مشاربين رجال مشاربين وقفت عند حدهم. انا اشهد. اعطني وش تبي وش تبي؟ ابن عارد صدق. هاي ابن عارد ابن عارد ابن عارد. مويه مويه ترى المطالب. اوه لو المطالب يا ابن عارد ابن ابوي البراد. شان ما عليك ازهل عندي يا رجال. وش الشلل؟ ها وش تبي؟ والله صح اللي تبيه انت وشو؟ ها اسمع وش مطالبتك يا صالح؟ انا الرجال ابغاك توقف اوادم عند حدها. تعال الناس اللي توقف على الغرف هذه ابو ملهي وينه؟ تعال يا تركي الدوسري. ايه لا مو كذا. الا لا اصبر شو وضعك؟ مو كذا. لا مو كذا يا اخي ابغى صمله. يا تركي الدوسري انا طالب يا ابو سلطان بكامل قواي العقليه وانا متاكد من اللي قاعد اقوله. انا طبعا تكلم الباب ذا. انا عارف الباب وش ترى اي شيء الحقني ترى في وجهك. لا ما ابغى وجهك. طبعا يا ابو سلطان تقفل البيبان ليه يا اخي؟ يا اخي طبعا انا ممكن تعبان مرهق وبروح انام. كيف ادي ريال؟ ايوه بالله بس انت كذا جالس تستعطف. انت كذا جالس تستعطف. انا ايش اقول طيب؟ انا ابغاك يعني زي كذا انت قفلت الباب صح؟ انت قفلت الباب. يلا اصبر تقفل الباب ليش؟ ليش تقفل الباب؟ سلطان سلطان قفل الباب ليه ليه ليه؟ وش الهدف؟ الهضبة علي جاي. تكلم الباب طبعا تكلم الباب. ما هو الباب شو هو؟ رسالة إلى إيه تركي الدوسري. إيه كفو رسالة شديدة اللهجة ما وصلتك بطيب توصلك
طيب بالطريقة اللي انت عارف. الباب يا شمع بها. ها الباب الباب لا يا رجال اعوذ بالله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. كفو والله يا ابو كفو يا ابو عزاز ترباع السحر يجيك من يشدك نشده التباتيش بس ان عارف نعتمدها كب العيوب خلك كبها اسفها عليك وجاب وشاكر انت يا عبد الرحمن. بالله تكفى بالله عبد الرحمن دقيقة على مرة عندي ما احنا نكب الهرج اللي بديناه. لا نواف نواف اطلع منها يا نواف تكفر طلبته ردها ردها طالب طلبه علي هذا هذا يا رجل هذا لا 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 يا ابن الحلال طلبني طلب خويي هذا الصام هذا هو خويي الصام اللي عليه العلم ابشر بالصاد ايش على خاطر بس كيف تقول كلم الباب ايش اقول اسمع اه تجيب ايش تعال ايوه وش تقفل الباب ابغاك تفصل ليش تقفل الباب ايش فيه الباب مقفل باب الغرفة باب الغرفة هذا باب الغرفة يا ولد يا تركي الدوسري بيض الله وجهك على هذا القرار الله يسعدك سعود الله ياخذك الجنة امين لا 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 خيبوا امالي والله خيبوا امالي تعال يلا يلا جميل يلا هذا اول حاجه بصفي حساباتي مع شخص هنا اوه الباب الباب طبعا الاستاذ المكرم الفاضل اباضه مع تحياتي وتقديري واشواقي مو بكل ما غطيت القاك داخل في نص الجيوب الانفيه بالكاميرا خلي يا اخي خلني لا يحبك يحبك ارحموا عزيز قوم النار ايه عزيز قوم النار في منطقه عمياء هذه اول حاجه ثاني حاجه اسم ابو سلطان الموضوع ابو سلطان اصبر دقيقه اصبر بعطيه مشكله اطلبه لا يا اخي سياسه سياسه الوضع سياسه الباب 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 اعلامي سابق انا اشوف المطالبه ليش ما يعني يتجاهل كان لم يحدث شيء شفت وبكره فاتح ما فاتح لا 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 اسمعني كثر قاعد تهدد ابو سلطان من نبات فاتح غصب لا لا اسمع كثر الدفع شفت لا 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 ما ندخل مثال اللي ينصون ما ندخل لكن كثر الدفع يعني لا ما يحل الحديد قد يوقع بمشكله اخرى مشكله اخرى نعم ابو سلطان لا يا من هذا المنظر كيف مشكلة؟ اقدح شو المشكلة؟ ماني بقاعد اول حاجة انا بعلمك ليه حنا تعبانة نفسية اربع ايام ناكل دجاج بدم مصاصين دماء حنا ثاني حاجة لا صدق صدق تعبنا قدر ضغط ما فيه ما جاء فك الباب تكفى لا 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 ما اقدر مش على اصبخ اللي دفكم من يوم صالح يا عيال يا عيال والله قايل لكم ما في حد صام يا عيال خلوه صالح افايا افايا يا عيال لا 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 ما في مسكرين انت اللي تدف العالم وين صمله وين صمله انا ولد ابوي ابو يوسف قيمه تثير الجدار مع كل غاليين ابو يوسف امسك امسك لا خفنا الاول ولا تالي وهذه ما هي نسخه هذه الاصل يا حبيبي اسمع والله انك تشرب شاي والله انك تشرب شاي وقتها يوم سالني قال لي قهوه والله كنت اشرب شاي والله ما كنت اشرب قهوه اقدع لا تبرر اقدع يا ابو يوسف
موضوع الغصب. وش تسوي العيال؟ لازم ذي لازم ذي بسرعه. قسما بيات الله بعد كدر حذر اقسم بالله افصل على اسرد عتيب بعد كمل وعلى الله خلاص اسمع ابو سلطان اسمع اجلس 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 يا ابو سلطان اجلس ابو سلطان اسمع اسمع وين لا لا ما جت ها داود الرساله ايش وسطه وينك شيخ قيصوم شيخ قيصوم والله ايه اقدح شوف يا طعم الرسالة ورب الكعبه اقسم بالله الهرجه الزايد هذا انا ما احبه عشان كذا انا بسكت اسمعوني من هذا المنبر إذا ما فتحت الباب اسمعوني 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 اسمعوا 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 وعوا إذا الغرفة اللي فيها علاجات وفيها أغراض وفيها أمور لازم فتحها وإصابته إذا لم يتم فتح الباب سيتم كسر الباب اللي في الاستراحة هاي الرسالة دقيقة حنا موضوعنا على الغرف نبغاها تفتح نبغاك تكلم ابو سلطان ابو سلطان اقدح وما عليك من احد راح ابو سلطان صل على رسول الله جيتم مرحبا الف وعين فراش وعين الحاف اما انك تقفل علينا الغرف وتخلينا هنا والله انك كفو وقدها يا رجال صلوا على النبي هذا القادح هذا قادحنا اطلع جنب ما هو بقادر ابو الدنعاء عس الموضوع بينتهي بقتل ابو الدنعاء يفتح الموضوع انا يمينك راح ابو سلطان يا ابو سلطان لا تمد ايدك اوكي ايه ما يمديك تقول شيء ما يمديك تقول شيء لا 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 اصبر ولد ولد وناصر خبرك يا عيال يا عيال ترى امسك ابو سلطان ابو سلطان محمد دعي ابو سلطان تعال هنا تعال سبيكر سبيكر ابو سلطان ترى اذا ما فتحت باب الغرف ايوه ترى بيصير شيء حلو مره يعني وانت ممتاز وهذه فكره ممتازه كيف ما فيكم صام من الرجال في المكتب ايش كسر الباب ايش كسر الباب مشعل مشعل اللهم اني قد بلغت اللهم اشهد اسمع اللهم اني سلمت امرك منك يا ربي على قولة عائد اللهم من كان ذنب فاغفره اللهم من كان ذنب فاغفره ما عاد بشيء على طول كذا لا سطاوة لا قوة سطاوة احس اني ندمت ليه والله اني ندمت من اللي قالك كل بقى دقيقه مش هبع مش هبع دقيقه عادي عادي هبع دقيقه هذا منك سؤال مش هبع مش هبع هذا باب دره المياه اي هذا باب دره المياه كذاب ما مشت عليكم طيب هذا خلني قادح طيب خلني قادح يا اخوي يا عيال انا عرفت من القادح انا عرفت من فهد وقيس فهد وقيس والله العظيم يا لا تحدوني ترى انا بنقول لا لا حبيبي يا فهد وقيس اسمع تروبه تنتفض يا فهد تروبه تحت ريك يا والله تروبه تنتظرك تدخل التاريخ وسوعة قرس فهد وقيس افعلها من اجل التاريخ خلني انا ما عاد اقدر روح تروبه لا 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 الوجه تروبه هنا تروبه بس بالكلام اسمع اعطي الكلام صدق معليه مالك راح يرجع تروبا بتروح تروبا تنتفض تروبا يا قلت هذه الكلمه اربع ساعات شكرا بنطلع على كل حال تروح تروبا طول عمرك تخيل اهل تروبا قدامك يتهرون منك هذه الكلمه تخيل قلش تروح تروبا يا ابو ضعياك يا رجال ما علي انا طلعت الكاميرا الله يوفقكم لا 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 ما عليكم ثم تخيل
اهل تربة داخل وانت ما تدخل يلا وانت بتخيلنا مقفل على كل اهل يلا انهيها تخيل في الغرفه خلصها يلا فالله العلي العظيم والله الذي لا اله الا هو رجع طحون اسمع اسمع انك انت لا بابا اسمع اسمع لا لا تسوي انك انت انا ما علي انا شاد انا شاد ابن تربه انا ابن تربه ارجع انا لا 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 تربه كلهم والله يا ابو سلطان والله اني لو اقوم اني لا احب خشمك واقول لك ليه ليه يا عيالك شنو كان متكلم عن الكتاب قسم منك